جود مورنينج ترينر 5، ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى، والنهارده ان شاء الله عايزه اكمل معاكم الكونسبت بتاعي. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن جزء كده من الماتر. النهارده ان شاء الله عايزه اكمل واخد البروبرتيز اوف ماتر. طب يعني ايه بروبرتي اصلا؟ يعني اذا كاركترستك اور كواليتي اوف ماتر، يعني حاجه معينه بتميزها، خاصيه معينه such as color, temperature, size or volume, shape, hardness. وهتكلم عن كل واحدة من دول بالتفصيل. هبتدي مع الكلر. الكلر بتاع الماتر ممكن تكون one color زي الشير ده، ممكن تكون many colors، وممكن تكون colorless مفيهاش كلر خالص زي الوتر مثلا. كمان هتكلم عن التمبريتشر بتاع الماتر، ممكن تكون very hot like cup of tea، ممكن تكون very cold like with ice or cup of juice. okay. كمان ال size أو ال volume بتاع المسر ممكن تكون bigger than our planet، يعني ممكن تكون كبيرة جدا زي ال planet، ممكن تكون so small you can't see them، يعني بتكون صغيرة جدا مش حاضر اشوفها بعناية، such as germs زي مثلا germs الجراثيم مش حاضر اشوفها. كمان الماتر بيكون ليها شيء معين، يا اما round like ball بتكون مدورة، or square like blocks ممكن تكون round or square. okay. وكمان ال hardness بتاع الماتر، ممكن تكون الماتر دي تكون hard like brick or soft like feathers، يعني الماتر ممكن تكون خشنة او hard وممكن تكون soft. okay. دي كمان some reverse of matter can be mirrored such as the lens of matter using roller or measuring tab، اللي هو اسمه tape measure، يعني في حاجات معينة او بروبرتس معينة للماتر هقدر اقيسها، زي مثلا الطول بتاع الماتر زي الدور في الصورة كده، الدور ده بقدر اقيس طوله عن طريق استخدم التاب ميجر. وكمان the mass of matter using scale، يعني الماس كتلة الماتر دي ممكن اقيسها باستخدام السكيل اللي في الصورة دي. يبقى انا ممكن اقيس الماس، وكمان ممكن نقيس الفوليوم بالمناسبة عن طريق هذا سكيل معين او عن طريق حاجة معينة انا بعملها. وكمان ممكن اقيس اللينس بتاع الماتر. اوكي. طيب عايزة اخد الشيب اوف ماتر. الماتر دي بيكون ليها اشكال كتيرة، يعني مثلا السوليد ماتر بيكون ليها شيب معين، they have definite or fixed shape بيكون ليها شكل ثابت، و their shape doesn't change unless something is happening to change them، يعني شكلها ده هيفضل ثابت على طول لحد ما حاجة تحصل تغير شكلها ده، مثلا انخفضت او وقعت او كده الشكل بتاعها اتغير، لكن في العادي شكلها بيكون ثابت زي مثلا الكيوب الموجود في البطل دي. وكمان اللوكال ماسر بيكون ليها برضه شيب معين، they don't have definite shape يعني ملهاش شكل معين، زي take the shape of their containers، بياخد شكل الكونتينرز اللي هي فيه، يعني مثلا لو الوتر حطيتك كونتينر سنجل هتاخد شكل الكونتينر، لو حطيتك كونتينر على شكل سكوير هتاخد شكله، لو حطيتك كونتينر على شكل سيركل هتاخد شكله. يبقى اللي بناكل متر دي don't have definite or fixed shape، ملهاش شكل معين، لا هي بتاخد شكل على حسب الحاجة اللي موجودة فيها، على حسب الكونتينر الموجودة فيه. لكن السوليدز بيكون لي كان ليها شكل معين، الكيوب كان ليه شكل معين. اوكي. unless something is happening، لو في حاجة حصلت ممكن يغير شكله، يبقى يتغير الشكل بتاعه. كمان هناخد ال shape of the gas matter. الجاز ماتر دي كمان بيكون ليها شيب معين، بيقول لي ان الجاز ماتر they don't have definite or fixed shape، يعني ملهاش شكل معين او شكل ثابت، they completely fill their container and takes a shape، هو بتاخد شكل برضه الكونتينر زي ال liquid state. يبقى liquid state بالظبط زي الجاز state، الاثنين منهم شكل معين، هو بياخدوا شكل الكونتينر بتاعهم، لكن السوليد ستيت كان ليها شكل معين. اوكي. عايزة اعمل اكتيفيتي بسيطة كده عشان اقدر اوصف
three things describe this matter. هجيب three glasses containers A, B and C. هجيب 3 containers. كل container فيه substance أو matter معين. يعني مثلا container A بيكون فيه plastic cubes, container B فيه some water, container C بيكون فيه stem. طيب هعمل ايه steps بتاعتي؟ observe subverts of contents in each containers and record the results in the table. يعني هنلاحظ خصائص كده بتاعت الحاجات اللي جوه الكونتينر، هسجلها في تيبل. يعني مثلا السوليد سابستانس اللي هي بلاستيك كيوبس كان ليها اخدت شكل معين او they have definite shape. طب ليها فوليوم معين او برضه، يعني مثلا الفوليوم بتاع الكيوبس دي بيكون ليها حجم معين، اخدت حجم معين من الكونتينر. As they have definite volume. يبقى السوليد بيكون ليها definite shape و definite volume. طيب الكونتينر بي لو فيه سم ووتر يبقى السبستانس ليكويد ستيت او سم ووتر. طب ليها شكل معين؟ لا، ده حسب الكونتينر اللي هي فيه. سواء كان الكونتينر على شكل سكوير او على شكل سيركل، يبقى هي على حسب الكونتينر. It has no definite shape. طب هي ليها فوليوم معين؟ اه، بياخد الفوليوم بتاع الكونتينر. has definite volume. يعني مثلا لو الكونتينر ده مثلا كبير هتاخد الحجم بتاعه، لو الكونتينر صغير هتاخد حجم الكونتينر الصغير. طيب الجاز سبستانس الكونتينر سي اللي هو بيكون فيه ستم، ده ليه شكل معين؟ لا، نو دي هاد نو دي مين شي، ما هاش شكل معين زي الليكويد. فهي ليها فوليوم معين برضو؟ لا، بيكون نو دي مين فوليوم، هاش حجم معين، على حسب حجم الكونتينر اللي هي فيه. يبقى solid state بس هي اللي هي solid shape و solid و fixed shape و fixed volume. لكن ال water وال stem بيكون ليهم no definite shape، بكن ليهم definite volume. لكن ال stem بيكون ليها no definite volume، ملهاش شكل معين، ملهاش حجم معين. ال conclusion بتاعي ان solids have definite or fixed volume and shape، لكن ال liquids have definite volume but they don't have definite shape. يعني liquids بيكون ليها حجم معين لكن ملهاش شكل معين. So they take the shape of the containers. هي بتاخد شكل ال containers اللي هي فيه. طب ال gases have no definite shape, volume and shape، ملهاش لشكل محدد ولا حجم محدد. So they take the volume and shape of their containers. هي بتاخد ال volume وال shape بتاع ال containers بتاعها. تمام، وكده كفاية عليكم الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو الجاي هكمل معاكم بقية الكونسبت بتاعي. جود باي.